أصعب رد فعل الجماهير على الفن ولا رد فعل الجماهير على الكورة؟ انتوا بيت فيه أصعب نوعيتين جماهير ممكن يكونوا ليهم آراء، يعني كورة وفن، فأنت بتشوفها إزاي يا أكرم؟ والله انا بشوف ان مفيش حاجه بتيجي جنب جمهور كره القدم بشكل عام. أيوه يعني دي لعبه، يعني هتلاقي المشجعين بتوعها وجمهورها من اول سن سنتين ثلاثه لحد ما شاء صح، الله. إلى ما لا نهاية. مظبوط. بحس بحس ان جمهور الكوره جمهور كمان يعني متحفز ومتحمس، ولان الكوره كمان لعبه فيها منافسه وفيها جوان وفيها حد كسب وحد خسر، فهي فرق فهي لعبه فيها حماس اكتر. يمكن الفن انت بتقدم تجربه فنيه، أيوة. يعني الجمهور بيقيمك يا عجب ويا لا، لكن جمهور الكوره بيبقى طالع من الماتش لازم حد كسبان، أيوة. فدي اعتقد الكوره اصعب. مفهوم. على ذكر الكرة، انت يعني لمست في الكرة في اكتر من مرة، يعني في افلامك ومسلسلاتك، منها اللقطة اللي قدامنا لو انت فاتح التلفزيون، لقطة الحكم في فيلم حمادة البدلة. عين العقل، طبعا طبعا من طبعا. اعظم المشاهد اللي ما زالت بتذكر من وقت للتاني، يعني لانك عملتها حلوة قوي وخضتك كانت حلوة قوي والرياكشنات كانت لذيذة جدا. فايه ذكرياتك مع المشهد الكروي ده، وهل سألت الكابتن أحمد حسني فيها وانت بتمثلها او بعدها؟ هو احمد هو الريفرنس بتاعي، او دايما برجع له في كل الحاجات مش في المشهد ده بس. يعني احمد اخويا الكبير، واحمد هو صوت الحكم كده في العيله، ودايما بنرجع له وبناخد رايه، فانا دايما باخد راي احمد في كل شغلي مش في ده بس. يعني بس انا متأكد انه كوميدي برضو لما بيحب يبين الجانب ده. على فكره هو احمد دمه اخف مني بكتير جدا. يا لا فنان، لا جدا ما تقولش يعني. كده. لا دمه خفيف بالفطره، وهو يمكن احمد شكله وقور اكتر مني، فالهزار لما بيجي من الوقور ده بيضحك اكتر. ايوه صح، عندك ايوه حق صح. عندك حق. المشهد بتاع اتفضل. حماده عين العقل ده، انا عندي موقف معاه. اليوم ده كنا بنصور من بدري جدا، واليوم ده انا اصلا كنت عامل حسابي، وانا وايمن بهجت قمر ومنذ العدل وتامر حسني بنفكر وبنحضر المشهد من قبلها. على حظي اليوم ده انا تعبت جدا، وكانت درجه حرارتي 40. يا نهار ابيض. وانا عارف انه يوم مرهق في التصوير واستاد وبنجري وبتاع، فانا عايز اقول لك ان اليوم ده انا مثلا عشان اعمل المشهد اللي طلع ده احنا بنصور فيه فوق ال 16 ساعه، وكل 6 7 ساعات اقوم واخد حقنه مسكن عشان اقدر اكمل. بس كان الحمد تعبان. لله انه ما بانش على الشاشه. لا ده يعني انت الحمد لله دم بنت طبيعي. بشكل احسن من المعتاد ما شاء الله في ده المشهد ده. البركه في فولترين غالبا بقى، مش فارقه. يعني بالتوفيق ان شاء الله كمان في مسلسل بابا جه. دايما بنبقى متحمسين لادوارك في رمضان كمان تحديدا، لان دايما بتبقى ليها نكهه خاصه يا اكرم. والله انت جيت برضو، كان ليا الشرف تكون معانا ضيف شرف في الوصية. مسلسل في مسلسل الوصية، من المشاهد اللي انا بحبها. حقيقي فانت جميل. عارف يعني ايه لوكيشن، يعني ايه تصوير، ويعني ايه. بس عايز اقول لك على حاجة، هو كل المجهود وكل التعب وكل التحضير ده بيهون مع عرض المسلسل، وان انت تسمع اراء الناس وتستفيد بالايجابي وبالسلبي. ف يا رب ان شاء الله نبقى عاملين يعني حاجه كده دمها خفيف، والسنه دي كمان يعني الموضوع مهم، اعتقد انه هيهم بيوت كتيره، سواء الجيل الصغير او الابهات والامهات. يعني موضوع اجتماعي كوميدي كده ان شاء الله يعجبكم. ان شاء الله كالعاده هيعجبنا، وكمان تعاملك او يعني العلاقه ما بينك وما بين نسرين امام متوقع، امين في المسلسل متوقع، انا متخيل من دلوقتي هتبقى عامله ازاي. فربنا يوفقكم، ودايما مكسر الدنيا، ودايما حبيبي. بتقدم حاجة هادفة أكرم حسني. شكرا حبيبي ليك، حبيبي يا كابتن، حبيبي، نورتنا ألف ألف وشرفتنا شكرا. الفنان الكبير أكرم حسني.